السلام عليكم، اسمي سعيدة الحيان، 26 سنة، عندي ديبلوم في كونتابيليتي، ساكنة في أزرو أيت ملون، عندي 7 أخوتي أيتام، وعندي واحد منهم صغير مونغوليان، وعندي واحد فيهم مريض بالقلب، وما بغاوش شي وحدين ما تيبغاوش يقراو ليا، وما كان اللي يعاوني فيهم، وساكنه في واحد الدار غير ماشي ديالنا غير ديال شي ناس بطحنت علينا. والدة في 2014، هادي 3 سنين، كانت عندي 23 سنة، وانا اللي مقابلة اخوتي، انا بوحدي والاب ديالنا تخلى علينا، وما كان عندي لا عائلة حتى واحد، انا اللي مقابلهم، انا امهم وباهم واختهم، وما لقيتاش غندير لهم، ما عرفت. كنمشي للجمعية تيقول لك عامر عندي، بغيت نخلي المربية، المربية ما بغاتش تشد ليا. عندي واحد الاخ ديالي عنده 22 سنة مريض، عنده اعصاب تاع القلب، عايش غير بالدواء، ما تيقد كاع على الخدمة، مرة يخدم مرة يجلس. ساكنين في واحد الدار، الا كاينة شتا كتدخل لينا، و جات واحد الجمعية بغات تصلح علينا، دارت لينا غير الفاينص الحيوت، عندنا فيها لا ميديتي و وراشين الحيوت ديالها، والسقف ديالها تيبان فيها الحديد، وجات واحد الجمعية بغات تسقف لينا واحد البيت، وما خلاوهمش ما خلاتهمش السلطة المحلية، حيت ما عندهاش الوثائق، الدار ما عندهاش الورق، هي أرض الجمع. المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو، الله يرحم ليهم الوالدين، يعاونوني على هذا الدري اللي معاق، الا كاين شي محسن يتكلف ليا به يدي ليا شي جمعيه، بيت انا نخدم، واني ما لقيتش كيفاش ندير ليه، ما كاين اللي يشدو ليا، ما عندي لا ام لا اب، ما عندي حتى واحد، كلشي خوتي صغار، انا اللي متكلفه بهم، وبيت اللي يشوف لينا من نحل هاد السكنه اللي ساكنين، ما عندنا اللي فيها لا ما لا ضو، واش تا كتدخل لينا فيه، مضالينها بالقصدير. الله يرحم ليكم الوالدين، وبغيت لي يعاوني على مصروف الدراري، واللي بغى يتساعد معنا النمرة تاعي 06-45-55-09-60. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا فلاش في يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم. أكادير تي في، جريدة وقناة في عنوان واحد. أكادير تي في.